لو نروح مكان تاني لناخد راحتنا. ايه تمام، رح قوم غير تيابي واجي لعندك فورا، اتفقنا؟ تمام، ناطرتك. طيب. تعرف كتير شغلات عني؟ ولا أنا هيك متوهم؟ الحقيقة أنه يلي نسيته هو أكثر من اللي بعرفه لهلأ، وحالتك هاي مو حالة حدا زعلان ومتضايق لأنه أخوه فات على السجن بدون ما يعمل شي غلط أبداً. معناها شو هي حالتي؟ حالة رجال متورط بحب كبير عم يحرق كل شي فيه. انت فيك تحفر الجبل حتى لو ما كان في معك عدة قوية، المهم انه يكون في بقلبك حب كبير، حتى لو وقعت بحفرة كلها نار او عبرت صحراء كاملة. كل هالامور ما إلها قيمة بنوب، لانه الحرب الخطيرة هي وقت يلي بتحارب قلبك. اذا فت هيك حرب اكيد رح تخسر. فهد وبابا رفقات، تعرفوا على بعضهم بالسجن. هيك لكان فرهاد ما قال لي شي مثل هاد، بس مو مشكلة. طيب فينا نطالع يجيت من السجن؟ أنا مستغربة، هو ليش ليه يقعد بالسجن كل هالفترة؟ ما في داعي بنوب. كمان أنا هيك شايفة. زعلت وقت عرفت بوضعه، فتحمست أخذ القضية وقلت لازم شوفك، ضروري أعرف منك كل التفاصيل لساعد يجيت. ايه رح قلك طبعا، رح اعمل كل شي بقدر عليه لساعده. اي تفصيل صغير ممكن انه يقدر يساعدنا لنحل هاي القضية، اصلا انت جراحة وبتعرفي اهمية التفاصيل لانقاذ حياة الاخرين. ايه بعرف طبعا، هذا الشي الطبيعي اكيد. من وين رح نبلش؟ من وقت الحادثة، شو اللي صار وقتها وشو سبب القصة كلها. بس عفوا، عندك مشكلة سجل كلامك؟ ما في مشكلة بنوب. تفضلي. من وين بدي بلش القصة؟ إنه إبرو بتكون رفيقة مقربة إلي ومنعرف بعض من زمان وبتعرف كل أسراري، فيك تقولي إنه نحن كبرنا سوا، فكرت إنه رفيقة مخلصة. طبعاً هاد كان قبل، وقت تزوجت كنت دائماً على تواصل معه، وكانت تجي لعندي على البيت، وكان في أسراري. اللي عرفته إنه ساجنين النائب بدون داعي. أكيد مقرب من شي حدا مهم. كمان أنا هيك عم أقول. إيه بس قدم اعتراضه رح يطلع عن قريب كتير إن شاء الله. بالمناسبة
تعرفت على مرته لفرهاد، بس حسيتها عصبية شوي، بس كمان ذكية، هي دكتورة جراحة. عن جد؟ هاد اللي عرفته. في شي تاني بدك تطلبه مني كمان؟ كل يلي بدي اياه انك تضلي بخير ومبسوطة. يلا تصبحي على خير يا بنتي. وانت بخير بابا. راحوا الكل ولا لسه؟ راحوا فرهاد بيك. مساء الخير. مساء النور يا خانو. فرهاد فيك تساعدني شوي؟ مساء الخير. مساء النور. طلعي قدامك أبي أزاد. صحيح نحن ما انعزمنا، يمكن تكون انشغلت أو نسيت، بس قلنا لحالنا نجي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شكرا لأنك ساعدتي يجيت. استغفر الله، الموضوع مو مستاهل أبدا، أنا بس كنت وسيلة مشان تصلح الغلط مو أكتر. بالمناسبة هاد أبي أزاد وهي الدكتورة أصلي خانو. هاي مرتك؟ اتشرفت بمعرفتك. وأنا تشرفت، سهرة حلوة. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكم. أيوة. آخ يا حبيبتي، بترجاكي سامحيني، بس هالفترة كتير مشغولة، عم حاول فضي شوية وقت، بس بوعدك إنه أشوفك بكرة وتعصبي علي قد ما بدك. يلا السنة حلوة وإن شاء الله كلها خير، تبقي بخير. ماشي حبيبتي. شو خوفتك؟ لشو لخاف؟ يعني منك لشو؟
الحرب اللي عم بتصير جواتي وقديش عم اتعذب؟ بتعرف ولا خبرك؟ لأنك عم تحاربي حالك دكتورة ورح تخسري. أنا من الأول خسرت، ما بقى عندي شي ما خسرته بهالقصة هاي، ومشان هيك بترجاك اللي أنت شو بدك مني ولا تلف وتدور. عم تفهمني؟ قلي فورا. يلا طولنا كتير، خلينا نرجع لعنده. أنا مو رايحة على مكان. ما تصرخي بوشي دكتورة. أنت ما تخليني أصرخ بوشك. خلصنا، عم تفهم علي؟ خلصنا. أصلي إذا سمعتك شو بيتغير؟ يمكن أقدر إنه غير شي، المهم عندي إني ما استسلم. قلي فورا لوين بدك توصل فرهاد. بدي تعرفي إني بحبك وبس، عم تفهمي هلأ؟